في الوقت الحالي تم الانتهاء من التصميم البيئي في 11 حديقة في العاصمة بكين ومتحف البستان الصيني للاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وقد تم تجهيز الحدائق بتشكيلات زهور ثلاثية الأبعاد مكونة من ألوان مختلفة من الزهور، بما في ذلك أكثر من 50 نوعا من الزهور، وتبلغ مساحة الزهور المرتبة 150 ألف متر مربع. وفي العديد من الأماكن في مقاطعة غواندونغ تم استقبال اليوم الوطني من خلال تنظيم المناظر الطبيعية في الشوارع ورفع الأعلام الوطنية، وكانت الأجواء الاحتفالية ملفتة للغاية. ففي مدينة فوشان علقت الأعلام الوطنية الزاهية على جانبي الشوارع، ووقف العديد من المواطنين على الجسور وأخذوا يلتقطون الصور مع العلم الوطني. وفي موقع بناء السكك الحديدية عالي السرعة جانجي خواي في جانجي عجيه بمقاطعة خونان التي تعد من المشاريع الوطنية الرئيسية، غنى بنات الخط الأول وكوادر حكومية وعمال نموذجيون وشباب من القوميات والأقليات المحلية أغنية باسم أنا ووطني الأم، تعبيرا عن حبهم العميق للوطن الأم مع الترحيب بحلول العيد الوطني. كما علقت 7 أعلام وطنية ضخمة على أرصفة الجسر في موقع البناء، وهو المشهد الأكثر لفتا للنظر، حيث غطى كل علم وطني مساحة 160 مترا مربعا لتزيين أرصفة الجسر الضخم على نهر ليشوي، مما شكل صورة رائعة.